السلام عليكم. كنشكر شوف تي في اللي تراسلت معايا وما قصرتش من المجهود ديالها وجات عندي. يعني غنحكي على واحد المشكل اللي هو الخيانة الزوجية. يعني هذه مدة 2009 تزوجت واحد الإنسان اللي يعني من 2009 وانا مجوج بها. تزوجنا بالحلال. اليوم كتصبح 7 في شهر 2 2020 يعني تم القبض ديالها بالخيانة الزوجية. يعني كنت داير فيها ثقة عمياء اصلا. ثقة عمياء. يعني حصلت متلبسة بشاحنة. شاحنة. صدمة قوية. صدمة بقى يعني لحد الآن ما بغاش حيد ليا هذيك الصدمة. تعرضت للحقرة. عيط ليا يعني من اللي حصلت عيط ليا الشرطة القضائية ديال تيكيوي اللي كنحيا من هذا المنبر. داروا معايا مجهودات كثيرة. داروا معايا مجهودات كثيرة. تم الاعتقال ديالها يعني تحكمت بشهر. هذه في الابتدائي. ملي تحكمت بشهر خرجت جات ليا للدار. اش من حق حاصله بالخيانة الزوجية وكترجعوا ليا للدار؟ علاش يعني اصبحت متشرد؟ الخدمه 6 شهور هذا من اللي بدا المشكل. حصلت مع واش كانت معها علاقه؟ علاقه يعني يعني جميع الادله ديالها وجميع الادله جميع اش نقول لك كل شيء يعني من طرف الشرطه القضائيه. يعني انا جاني كتليفون من عندهم بلي انه خاصك تلتحق بين الكوميساريه. ملي مشيت تفاجات بلي انه مراتك اللي اش نقول لك ماشي ما عمري ما تخيلتها وتزعزعت. انا اصبحت متشرد. ولادي في جهه وهي كتجي كدار يعني دايره بعايا بحال مش مع الفار. هذه وحده. دابا هي في البلاد والدار الدار ديالي كانت مسدوده. ملي جيت انا كان اش نقول لك تعرضت للحقره. علاش هاد الناس علاش هاد يعني اش غادي نقول لك ما بقيتش عارف ما نقول. تلفت اصبحت كان وليت كان نستعمل يعني كان الطبيب نفساني مرضت نفسانيا ولادي كذلك. ما عمرني في الحياه ديالي درني تا واش غدير معايا هاد الشيء. يعني 11 عام فرتكاتني. دابا صافحتني متشرد. ما النعاس ما بقى تصور النعاس ما بقاش كيديني. وكنطالب من المحكمة الابتدائية تعوض إعادة نظر في الملف. يعني أنا كنت درت جريمة. كنت أولين حصلتها. على كون حصلتها وقتلتها بشحال غنمشي أنا؟ اللي وليت كنتري عاد كلي أصلا ديما يعني ديما ولا عندي اكتئاب عصبي. اللي كنت خدام عادي أتا وليت يعني زيرو درهم. أنا داير فيها رافع بها دعوة ديال الطلاق. رافع بها دعوة ديال الطلاق. يعني أول جلسة دازت نهار يعني 7/2020 وثاني جلسه دابا عندي اللي انا وياها تقريبا 15/9. يعني كنطالب من السيد وكيل الملك يعاود اعاده نظر في الملف لانه انا تحقرت ظلمت عاود لينا الظلم ديالك. الظلم ديالي من كل شيء. اصبحت النعاس ما بقيتش كيديني. كان اتصور داك يعني العقد ديال الدار سرقاتو ليا. كنمشي للجامعه باش درت ليهم رجوع. يعني خيانه من طرف يعني ماشي غنسميها خيانه وغنسميها قتلاتني. غنسميها قتلاتني. انا كنت راعد دابا كلي اقسم بالله الا كنت راعد كلي. علاش هاد الشيء؟ انا كنت اشغل شنو هي شنو كتقول لهم على السبب؟ هي دابا كصحيت كتقول لهم داري باش لالا دارك اعطيني ورقه ديال الما تكون في سميتك. جميع الاوراق ديال الضرب اللي انه ديالي هامه. يعني راه وريتهم لك الحكم ابتدائي وريته لك. الاعترافات ديالها بجميع الاعترافات ديالها كاينه في المحضر. ودابا ولات كتقول لك انا ما دايره شيء. علاش هادشي؟ اللهم اني هذا منكر. اللهم اني هذا منكر. هادشي اللي بغيت نقول. السلام عليكم. ما عمرني انا كنت داير فيها ثقه عمياء. يعني ثقه عمياء هي اللي كتصرف كل شيء. يعني كتصرف كل شيء.
كتصرف كل شيء. انا المدرسه، انا ولادي كنخلص عليهم المدرسه ديال الفلوس، مدرسه يعني ليكول بريفي، ملي مشيت يعني هي اللي كتعطيها الفلوس كتخلص. وتصور انا كنعطيها الفلوس كتخلص، ما بقاتش كتخلص يعني لقيت مجموعه ليا 1,200,000 فرنك يعني اللي هي 12000 درهم. ما نقدرش نقول لك يعني هذه المده الاخيره اللي ما بقيت يعني كنتفاجئ بالخيانه الزوجيه اللي كانت صدمه قويه لحد الان. هو كل مره كنشوف كنتفكر داك الشيء كنمرض، اقسم بالله لك كنمرض، الا مرضت نفسانيا. علاش هذا الشيء؟ لكن شنو السبب في نظرك؟ السبب ديالي ما نقدرش نقول لك، اللي السبب ما غاديش نقدر نقول لك، لانه انا ما فهمت والو في هذا الشيء. يعني كانت الحياه ديالك، كانت الحياه مستقره، وما عمر ضربتها انا، وما عمر ضربتها انا. جاري اللي ساكن فوق مني اللي هو العم ديالها، تصور كره الدار ديالو هرب. علاش؟ فرتكت العائله. علاش هادشي؟ جي عندي بنت الناس وقول لي يا ودي انت ما عجبتينيش، اجي فلان نطلقو، ولكن باش ديري لي ياك ولا تخسر لي الكارير ديالي يا صاحبي. شنو كدير انت؟ كنت خدام كنبيع ونشري، عندي قصديره كندير البيع والشراء. اللي صباح دابا يعني ولادي انا ما لقيتش يعني. علاش هادشي؟ علاش هادشي هذا؟ جي عندي بنت الناس قول لي اجي نتفرقوا حسن، انت ما خدامش ليا، انت هي باغا الاملاك، باغا على الدار هي، يعني هي ما بغاتنيش انا، باغا الحوايج ديالي انا. علاش هادشي؟ ماشي حشومه هادشي؟ راه هادشي احنا في دوله اسلاميه، احنا في دوله الحق والقانون. علاش هادشي زعما؟ اللي انا نولي انا التاج المنزل كنلقاه مسدود، راه داري هذيك وعدي جميع الحجج باللي انه كتبت هي داري. الرسالة ديالي الأخيرة، كنتمنى من الشعب المغربي يتضامن معايا في هذه القضية هذه. على حقاش ظلمت، تكرفست، اش غنقول لك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. النعاس ما بقاش كيديني أصلا، ما بقيتش كنعس. ما بقيتش كنعس. يعني كنولي كان اش نقول لك، دابا كتشوف فيا كيفاش يعني كان فيبري يعني هاد يعني واش هادشي كيتقبلوا الواقع باللي انه حاصله بالخيانه الزوجيه وحاصله متلبسه، وجميع الادله اللي جميع الادله وترجع ليا للدار؟ ما يمكنش. انا كون قتلتها في شحال غادي نمشي؟ انا حكم ابتدائي اصلا، انا ماشي شهر ديال الحبس. انا كون قتلتها غيديني بصيفطني ب 30 عام ديال الحبس. والحمد لله انني ماشي انا اللي نقول لك اودي تسجيلات صوتيه ولا واتساب، يعني لا ما تابعت انا حتى في شي حاجه. انا درت ليها المتابعه. انا ممكن شتي البنت ديالي عندها 11 عام عارفه كل شيء، وعارفه كل شيء هي. ممكن انا اللي ندير معكم تيا استجواء. البنت ديالي عارفه كل شيء. وتصور هذه مدة 20 يوم ممطو من اللي حصلت، تشدت ب 20 يوم قبل ما 20 يوم قبل يعني كتهضر معاه. ماشي حشومة. اشنو هو ذنبي انا دابا اللي مشتت؟ شنو هو ذنبي دابا اللي مشتت؟ هادشي اللي كنستاهل. رسالتك الأخيرة. رسالتي الأخيرة، كنتمنى من الشعب المغربي يتضامن معايا في هذه القضية، وكنتمنى من المحكمة تاخذ لي حقي بعين الاعتبار. باقي غادي دير شي ثقه انك تبني حياه جديده للزوج؟ اش غادي نقول لك؟ لحد الساعه لا، ولا عادي الشك في راسي، وليت مشكاك. انا وليت كنشك، فقدت الثقه في كل شيء. انا وليت كنفيبري كامل يا صاحبي، وكتقول لي مراه داري وانا ما داير شيء. علاش تشديتي في شهر ديال الحبس اصلا؟ علاش جيتي عندي ملي ما بغا غانيش، ومشيتي عند واحد اخر اللي هو سائق حافله وتم تم الدريه ديال يعني ماشي حتى في دار، ماشي في دار، في حافله وفي الشارع العام. هادشي في الشارع العام، يعني ما بين الجامع ديال الجامع ديال حي الزيتون وما بين الكوميساريه التيكيوين.
ماشي حتى في الدار يعني دار داكشي. اش غادي نقول لك انا ما بقيت كنفهم والو انا راسي والله ما بقيت فهمت في شي حاجه اللي وليت اصلا لا اله الا الله. انا ممكن البنت ديالي الا كنت كنكذب في هذا الشيء ممكن نتلاقاكم مره اخرى وتكونوا معايا البنات وغادي تسولوهم ولو عدى 6 سنين ممكن عدى ما تقول اللي كيعيشوا معايا لحد الان عند الوالده. هذا الشيء اللي بغيت نقول.